مشاهدي الكرام، المحطات الأولى في التاريخ السعودي والتاريخ الكويتي تبدأ بين البلدين. يعني المحطة الأولى والمهمة في التاريخ السعودي بدأت من الكويت، بأن الملك عبد العزيز بدأ رحلته لإعادة توحيد المملكة من الكويت، فهذه محطة رئيسية. المحطة الكويتية المهمة هي إعادة حقنا بعد الغزو العراقي الغاشم، وبدأت أيضا من المملكة العربية السعودية. فبين البلدين يعني كتب تاريخ على صفحات مشرقة، محطاته كثيرة. أمس احتفلنا بإحدى هذه المحطات بذكرى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وموقفه المشرف في محطة إعادة حقنا بعد الغزو العراقي الغاشم. ايضا في يعني فيما يتعلق بترند بالامس، الفهد روح القياده، تصدر هاشتاج الفهد روح القياده على منصات التواصل الاجتماعي في السعوديه والكويت، ايضا ما دلل ذلك؟ يعني يجب ان نتذكر ما جرى في ذلك العام عندما تم احتلال الكويت، وتعرضت المملكه العربيه السعوديه للكثير من الضغوط، ضغوط خارجيه وضغوط داخليه بان تتخلى عن الكويت، بان هذا ممكن ان تتجاوزه، لكن الملك فهد كان قراره حاسم في هذا الموضوع. كان هناك الكثير من الأعمال الرهابية والضغط الداخلي على المملكة العربية السعودية، قضية إدخال الكفار والقوات الأجنبية، ومع ذلك كان صامدا أمام هذه التيارات، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية وتخلي حتى بعض الدول العربية عن الموقف أو عن الحق الكويتي في ذلك الوقت، لكن قراره كان حاسم. فأنا أعتقد أنها فعلا فترة تاريخية لرجل تاريخي لا يمكن أن نتجاوز ما قام به. نعم. في خبر آخر من صحيفة الأنباء نقلت قول الكويتية شيماء بيوسف العيدي الحاصل